صباح الخير لكل مشاهدين الان تي في. تحولت اللغة العربية والثقافة الشرقية إلى حلم بالإنجليزية وصار بمتناول الجميع، من راوي القصص والأساطير إلى كاتب ورسام. أكيد دمج الماضي بالحاضر والخيال بالواقع، وهيك صار هو الحكواتي المعاصر. فكتاباته شبيهة أكيد بريحة القهوة والأعشاب والعود، وكمان كلماته بنكهة المسك والعسل والهيل. فأسلوبه مفعم بحرية، حرية التفكير وحرية التعبير فريدة من نوعها. أكيد بنبدأ بكتابه كهواتي، لكن ما بنعرف وين بتبدأ القصة وبتنتهي الأسطورة. منكمل بالرواية، وكمان ننسى أنه بالأدب أكيد ما في نهاية. فمن بعد ما يموت الإنسان بتبقى القصة هي بتحكي عنه. بشرفني اليوم بوجود كاتب لبناني الأصل، ولكن شهرته صارت عالمية. أهلا وسهلا فيك ربيع علم الدين باستديوهات الام تي في. ميرسي كتير، ميرسي كتير. ربيع علم الدين، حضرتك أكيد لبناني الأصل ولكن من مواليد الأردن. ايه. سنة 1959 ونشأت بين لبنان والكويت. كمان حصلت على شهادة بالهندسة وام بي اي كمان من جامعة سان فرانسيسكو. ايه. ولكن ما كتير اشتغلت بهالمجال ونقلت الى الكتابة، وحضرتك كمان رسام. ايه. نقلت للرسم قبل الكتابة شوي. الرسم قبل الكتابة. واليوم بنعرف انه حضرتك كتبت 3 روايات باللغة الانجليزية، هن كول ايد سنة 1998، و اي ذا ديفاين سنة 2001، وحكواتي اللي رح نحكي عنه اللي هو صار بيست سيلر بسنة 2008، وكمان كتاب يعني في بقلبه قصص صغيرة اسمه ذا بيرف سنة 1999. وكمان مثل ما قلت انه حضرتك رسام ونظمت معارض بالدول بلبنان بالشرق الاوسط بأمريكا وأوروبا. كمان كتبك كلهم حققوا نجاح، وأكثر شيء حكواتي اللي ترجم إلى أكثر من 20 لغة. ومستنظرين أنه يترجم إلى العربية إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. هلأ رح نحكي للمشاهدين أسلوبك قد غني، وبنعرف أنه كل يعني قليل لا يكونوا كل النقاد عم بيقولوا عن كتاب انه فظيع رائع فريد من نوعه، ولكن جربت لاقي بالعالم كله ناقد عم بيحكي شيء شوي عادي، ما لقيت بقى كتاب رائع جدا. حضرتك اكيد بتتحدث بروايتك حكواتي عن شاب أسامة الخراط اللي هو كمان عمره تقريبا 26-27 سنه، عايش بسان فرانسيسكو وبيرجع على لبنان لأنه عيد الأضحى، وبيتفاجأ أنه بيو مريض جداً بالمستشفى. شخصية أسامة الخراط إلى أي مدى بتشبه لك، وإلى أي مدى هي أنت يعني في شوية يعني اللي بيقرأ الكتاب وبيعرف عن حياتك بيحس أنه في شبه؟ في شوية شبه، ما في كتير. دايماً كل كاتب لما يبلش يكتب بيطلع يعني الاكسبيرينس والتجربه تبعيتي بتطلع شوي بالكتاب. وليش تطلع يعني مثلا عملته انه راح على UCLA ودرس هندسه على جامعه UCLA؟ ليش؟ عشان انا رحت درست هندسه. هذا ما بيعني انه هو انا، بس بصير اهين لي لما بصير فكر كيف كانت الجامعه وشو كان الصفوف. بقى هيك اشياء عملت وقتها انه توفى مثلا بيو بنفس الوقت يلي انا توفى بيي. ليش؟ على اساس بتذكر كيف كان سما بيروت وقت اللي قاعدين بالمستشفى، شو كنا عم نعمل، شو كان عم بيصير بالجرايد على وقتها. بقى بتصير اهين. بس في فرق كبير بيني وبينه انه هو كان بدي انا اكتب عن حدا يلي كان بيستوعب قصص اكثر،
هو شوي باسيف اكثر، يعني ما بتسمع اكثر ما بيحكي، بتسمع اكثر من ما بيحكي. نعم. انا مشكلتي انه بحكي كثير. لا حلو حلو بتحكي وبتكتب كثير، هيدا الشيء اجمل. نتعرف من خلال حكواتي على عائلة الخراط، واكيد على الجد اللي هو الحكواتي على اساس بالكتاب، واكيد هون بنشوف كيف عندك العبقرية انك تخلط ما بين يعني القصة الواقعية اللي اليوم عم نعيشها المعاصرة، والاساطير والقصص القديمة الكلاسيكية اللي منعرفها واللي انت حضرتك حورتها. من وين هالأسلوب الأدبي اللي عندك؟ يعني اللي عم بيقرأ بده يرجع يقرأ من جديد تقول أنا مغلبط، أو كيف بدي تابع؟ وين صرت هلأ؟ هيدا الواقع أو هيدا فاطمة صديقته أو فاطمة الملكة؟ أو يعني في واحد بيفوت بخيال الكتاب ولكن بعده عم بيتابع قصة كأنها حقيقية. ليه؟ من وين هالأسلوب؟ أو كيف فكرت أنك تكتب بهالأسلوب؟ القصة كيف فكرت فيها قصة طويلة، وبعتقد عنا وقت هالقد نحكي فيها، بس من الأشياء المهمة أنه كان بدي أكتب قصة عائلة وفرجي شو هالعائلة. بس جربت أعمل شيء جديد، يلي كيف فينا نعرف شو بتعمل العائلة، شو الأشياء يلي بتعرف عن شخص ولا بتعرف عن عائلة. وأنا بنظري أنه نحن كلنا قصص، القصص اللي بنحكيها، القصص اللي بنسمعها. يعني مثلا انا بقدر اقول لك كشخص، انا القصص اللي بخبر عن بخبر حالي عن حالي، يعني بعد حالي انا خلقت مثلا بعمان بس انا لبناني، وين ربيت، وهي كلها هي قصص ربتني وانا بعرف حالي. بعدين في قصص العائله، وانا كيف كون بالعائله، يعني انا الخي الكبير بالعائله، شو يعني هيدا، وشو قصه عائلتي. نعم. بعدين في عندك القصص الطبيعة، يعني والبلد اللي خلقت فيها. نعم. بقى قصص لبنان وقصص أمريكا كلهم بيتدخلوا، بقى أنا بعد حالي مجموعة كل هالقصص، هالحضارات وهالثقافات، بقى كل لبناني أو كل شخص وكل